قمنا ب يعني برمجة برنامج جديد في ولاية توغورت راح يعني نظل نوتيفي السيد الوالي ابتداء من اليوم 3000 وحدة سكنية عمومي إيجاري ما يسمى يعني سوسيال، 500 وحدة سكنية فيما يخص الترقاوي العمومي البيا، 2000 وحدة سكنية ولا 2000 إعانة من البناء الريفي، و 4000 وحدة سكنية من التجزئات الاجتماعية. يعني تقريبا برنامج جديد تاع 6800 وحدة سكنية، هذا اللي يخلي ولاية توغورت الآن في جعبتها 15636 وحدة سكنية هي قيد الانطلاق.